اهلا بيكم مواليد برج الحمل، وهنبتدي معاكم توقعات 2023. برج الحمل برج ناري، حاكم البرج طبعا كوكب المريخ الناري، وبيبتدي مواليد برج الحمل من 21 مارس الى 22 ابريل. طيب ايه بقى تنبؤات السنه دي؟ انتوا هتبتدوا السنه دي بتركيز، ببدايه جديده، يلا نتنشط، يلا نحقق اهدافنا، يلا اللي احنا كنا مكسلين عنه نبتدي نقوم، لان كوكب المشتري في برجكم اصلا، يعني في برج الحمل ده هيديكوا الدعم، واللي كان مأخر حاجات كتير كان منتظرها او كان مشروع عاوز يحققه يبتدي يلا يفكر ينجزه ويبتدي يعمله. والمشتري هيدخل في الثور في 16 مايو، فحاولوا في الفتره دي يا مواليد برج الحمل من بدايه السنه ل 16 مايو تستغلوا الفتره دي في اي امر خاص بيكوا سواء عاطفيا او عمليا. طيب الشهر السنه دي نقدر نقول سنه حظ رائع ليكم، لدرجه هتتعرضوا لا سمح الله لطاقات حسد من المحيط، من كتر ما بتحققوا اهدافكم وبتسعوا لطموحاتكم الناس هتنبهر بادائكم. اللي عاوز يخس هيخس، اللي عاوز يقدم في شغل يقدم في الفتره دي، اللي عاوز يبتدي مشروع جديد يلا ما يترددش. طيب في شويه تحديات هتقابلكم في النصف الثاني من السنه، معلش عشان المشتري يدخل في برج الثور، عدوا الفتره دي اللي هي هتكون من 16 مايو لاخر العام، تمام؟ بس المشتري هيبتدي معاكم السنه دي في المنزل الثاني بيت المال، ده هيساعد ان انتم يبقى عندكم اداره للمال كويس. لو كان حد عليه ديون لحد هيسددها، لو كان في حد بيمر بضيقه ماليه هيبتدي تنفرج معاه الامور الماليه والفلوس تتظبط معاه. مشتري هيدعم المال عندك في البيت الثاني في بدايه العام 16 مايو. طيب ايه التحديات اللي ممكن تقابلك؟ ان ممكن تصرف زياده، حرص من الصرف بالذات 23 مارس يا برج الحمل، لان احتمال هتبقى مصاريفك زياده وهتضطر ان انت من كتر ما عاوز تثبت ذاتك وتحقق مشاريعك واهدافك هتضطر تصرف كتير، فخلي بالك، خلي بالك من الصرف بالذات في النصف الثاني من العام، يعني بلاش اللي تحققه في نصف الاول من السنه ترجع تخسره على نهايه العام، تمام؟ حذر من الحسد، اعمل امورك بسريه تامه، احرص على الكتمان. زحل كمان هيبقى في البيت ال 12 عندك، ده هيساعد الطاقات السلبيه تاثر فيك شويه زي حسد من المقربين وهكذا، فانتبه للنقطه دي كويس قوي. انت هتبتدي الشهر يعني شهر يناير معاك، ناخد شهر شهر بقى. يناير هتبتدي يلا بدايه جديده، شغف، حماس، نبتدي شغل جديد، نبتدي نطور نفسنا في العمل. بالنسبه لشهر 2 هيجني ثمار شهر يناير، هتحس ان عندك ابداع، شغف، حماس، يلا نطور من نفسنا، يلا هنتغير، يلا هوصل لاهدافي. وكمان احتمال للي هم اللي كانوا منفصلين بطاقات سلبيه او حاجات زي كده هيرجعوا لبعض تاني عاطفيا. شهر مارس هيبقى شهر الحب والدلع والرومانسيات والحب، ويعني هيبقى احلى شهر ليكوا السنه دي. شهر مارس هيبقى عرض وظيفه جديده ليك للي مش عنده شغل، للعازب فرصه زواج، للمنفصلين عوده وصلح. بالنسبه لشهر ابريل بقى